ومن بشرى تأهل الخضر إلى مونديال البرازيل إلى استبشار الفلاحين بالمغياثية المسجلة بعد الأمطار التي عرفتها مختلف مناطق الوطن والتي تبشر بموسم فلاحي وافر. أبو القاسم بالقاضي. استبشر فلاح ولاية سعيدة خيرا بسقوط قطرات المغياثية الأولى التي أدخلت الفرحة وفتحت المجال لعملية حرث الأراضي الفلاحية الشاسعة، مناسبة سجلها فلاح بلدية الرباحية ومنطقة تفرت بلقاء وفق تقاليد عريقة عبروا من خلالها عن سعادتهم واستبشارهم لموسم فلاحي ناجح. الحمد لله جات الأمطار ونتمنى الخير إن شاء الله، ودنا هذا الاحتفال بالامطار التي سقطت البارحه. ماذا بينا احنا هذا الفلاحه هذو كي سجلهم الدوله يكونوا هما متهيئين للفلاحه ولا الخدمه ولا العام، وبلاد راكم تشوفوا فيها رعاويه تاع غالم تاع كل الزوايل هنا ناجحه. آمال طموحة لفلاح منطقة تافرت الفلاحية السياحية في تحقيق رابط في هذا الموسم، وينادون بالإسراع في تسهيل الإجراءات الخاصة بالسكنة الريفية لمغادرة الأكواخ والدخول في حياة جديدة. دوك راني نتمنى نكمل له، ونتمنى منهم يهودي يشوفوا فيا من طوع ربي، وهذا الناس السلطان تاعنا تعاون المساكين تقعدهم ما يقعدوش غير طايحين. نتفائلوا خير ان شاء الله كما العام اللي فات اللي جاتنا سنه فلاحيه وفيره مليحه كاع مليحه، واللي عطات على حسب علمي احسن مردود فلاحي منذ 62. مناطق فلاحيه معزوله بتافرت ينتظر ساكنوها انجاز الطريق الذي يعول عليه لاحياء الحركه السياحيه والتقرب من بقايا معقل اشاوس الثوره التحريريه.